قويلة تمحض، تربة خصبة للزراعة، الماء فيها وفير والمحاصيل أيضا. وفي مزرعة سيف الكعبي نموذج حي لذلك، فهنا الشمام وهنا البطيخ أو الجح كما يسمى محليا. زرعت على أساس أنه يكون إن شاء الله إنتاج في شهر رمضان المبارك، لأن في هذا الشهر هذه فاكهة الناس تحبها وتطلبها في هذا الوقت، وبناء على طلب الأخوان أنا زرعتها في هذا الوقت لتغطية حاجة استهلاك السوق المحلي. اهتمامه بجودة الإنتاج اتضح جليا، فبهذا الغطاء مثلا يوفر الحماية للمحصول من أشعة الشمس التي قد تؤثر عليه، أما الحشرات الضارة فلها طريقة أخرى. هذه مصيدة فرمونية لمكافحة ذبابة الفاكهة، وهي تعتبر من أبرز الآفات اللي تصيب الشمام وتصيب البطيخ في هذا الموسم بالضبط، وهذه مخفينها من عند الجماعة في إدارة الزراعة في محضة جزاهم الله خير. هذه المصيدة تعمل على جذب ذكور ذبابة الفاكهة بحيث أنها تقع في المصيدة فداخل سم فتموت تتخلص منها، فالأنثى ما تجد من يلقحها فنسلم من هذه الآفة. ومع هذا الاهتمام لم يخفي علينا هذا المزارع الصعوبات التي تواجهه في سبيل تسويق هذا المنتج، لا سيما أن السوق المحلي لا يحتمل هذه الكميات الوفيرة. تسويق المنتجات احنا نسوقها في السوق المحلي، طبعا كما تعرفون أن السوق المحلي السوق صغير عندنا، فما يستوعب الكميات هذه اللي احنا ننتجها، فنضطر أن نصدره لدول الخليج والدول المجاورة. ندعو صراحة أدعو المسؤولين أنهم يشوفون حل لهذه المشكلة التي تواجهنا، لأنها مشكلة كبيرة ومشكلة نعاني منها جميع المزارعين في محافظة البريمي مو بلا في ولاية محضة. وفي المقابل ساهم الدعم المقدم من جهات الاختصاص بولاية محضة على استمرارية هذا المشروع ونجاحه. أنور بن زاهر الغريبي من ولاية محضة محافظة البريمي.